إن استهلاك كميات كبيرة من الملح قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهذا قد يعرضك للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو للسكتة الدماغية. ولذلك ينصح بتناول أقل من 2000 ملغرام من الصوديوم يومياً، أي ما يعادل ملعقة صغيرة أو 5 جرام من الملح. اتبع النصائح التالية: قلل من تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، استبعد المملح عن طاولة الطعام، واستخدم الليمون والبهارات والفلفل والأعشاب والثوم والبصل لإضفاء النكهة على الأطعمة. تخلص من الملح الزائد في الأجبان البيضاء المملحة عن طريق نقعها في الماء. احرص على شطف الخضروات المعلبة لتقليل كمية الملح فيها. تناول المكسرات والبذور غير المملحة. ابدأ الآن، تناول طعاماً صحياً.